فقرة أنا الصحفي، هذه الفقرة التي ينتظرها كثيرون خصوصا المشاركين معنا في هذه الفقرة، والتي تنتهي دائما برابح واحد يقوم بربح جائزة على ما قدمه لنا من تقرير تلفزيوني قام بإعداده بأبسط الوسائل المتاحة لديه. التقرير الأول من الجزائر العاصمة. في الجزائر العاصمة هناك حي قديم يعتبر هو أقدم الأحياء في تلك العاصمة، هو حي القصبة. في هذا الحي القديم هناك العديد من الباعة، يعني أنا زرت هذا الحي فعلا، وهو من الأماكن الحرية بالزيارة عندما تزور الجزائر العاصمة. هناك مهنة وهي مهنة النقش على النحاس، قام عماد جفال وهو مشارك من الجزائر بإعداد تقرير عن هذه المهنة وكيف أنها تكاد تزول وتكاد تصبح من الماضي. نتابع هذا التقرير. هنا بأحياء القصبة بالجزائر العاصمة توجد بعض المهن والحرف التي تعد من أبرز الفنون الإسلامية العريقة. عمي الهاشمي وبأنامل ذهبية أرهقتها السنين يحكي كل خدش فيها تحفة فنية خطت ونقشت بإبداع على الأواني النحاسية طوال أكثر من نصف قرن من الزمن. بديت المهنة في سنة 1958 كي خرج من المسيد، كان حيرة في هذا السي محمد زورو في الشارع تاعنا، هذه هي السبة اللي دخلت نخدم في هذه الحرفة. هذه دوكا عندي دوكا 53 سنة في هذه المهنة. أحب هذه الحرفة وورثها منذ نعومة أظافره. حينها كانت القصبة تعج بحرفيي النحاس، أما اليوم فلم يبقى سوى أثر منها. الصنعة هذه تاع النحاس هذه مقبل اليوم كانوا أكثر من 20 حرفي تاع النحاس، كانت الزنقة تاع النحاس كومبلي. اليوم يا للأسف هذو اللي قلت لك عليهم ما كاش، ما قعدوش خلاص، وكاع هذو كاع راحوا ما كاش. الأسباب كثيرة، مثلا ما كاش الدعم. بكري كانت الدعم، كانت الدولة الدعم الحرفي، يعني من عام لعام تعطيلو بريم تساعدو تعاونو. اليوم حرفي أصبح شغل هامل وحده ما ينجم. لم يبقى إذن في أحياء القصبة العتيقة إلا ورشة عمي الهاشمي التي ما زالت شاهدة على حقبة ازدهرت فيها صناعة النحاس في الجزائر. غادرنا ورشة عميد الحرفيين وهو يودعنا على أمل أن تلقى هذه الحرفة النبيلة اهتماما جادا لحمايتها من النسيان والاندثار. مشاهدين أيضا من التقارير المميزة بموضوعها والذي يشارك في هذه الحلقة من فقرة أنا الصحفي تحديدا، مشترك من فلسطين اسمه جريس بصير قام بإرسال تقرير يتحدث عن الزي التراثي الشعبي الفلسطيني وكيف أن هذا الزي مرتبط ارتباطا وثيقا بالتاريخ وبالحضارة. نتابع هذا التقرير. أثواب للنساء حيكت بمطرزات حمراء لترسم قصة كل منطقة، وقنباز وكوفية زي للرجال عرفوا بارتدائه ليرسخ حضارة شعب. مع السقة التي أخذت على عاتقها بفتح مركز التراث الفلسطيني للحفاظ على التراث ولإيجاد وعي تراثي وثقافي للأجيال الصاعدة، زينا التراثي هو جزء من حضارتنا، وجودنا وعمق جذورنا على هذه الأرض الفلسطينية، باعتبار أنه كل ثوب هو عبارة عن هوية وثيقة لوجودنا بكل قرية ومدينة فلسطينية. زي التراث الشعبي الفلسطيني له دلائل عديدة في ارتدائه. احنا بنقدر نعرف الفلسطينيين من اي قريه من خلال الزخارف اللي على توبها، يعني كل توب احنا بنعرف الفلسطينيين انها كتبت قصه قريتها على توبها من خلال البيئه المحيطه فيها ومعتقداتها، فاصبح توبها هويه. مثلا اذا شفنا هذا التوب نعرف انه هذا توب رام الله. اذا شفنا هذا التوب الجميل جدا
بنعرف انه هذا توب غزة، فكل توب هو عبارة عن هوية. الماضي والحاضر يمتزجان في صناعة الأثواب ليبدو في قصاته الحديثة دون التخلي عن الغرز والرسومات التي صفرت تاريخا عريقا ولينتهي مزخرفا ومنقوشا على هذه الأثواب. فرجينا توب رام الله الأصلي، إحنا قدرنا نحثه بطريقة تشبه القديم بجميع زخارفه والنخل العالي الموجود فيه، وقدرنا نحثه بطريقة إنه يقدروا يلبسوه على سهرة على حفلة بهاي الطريقة المميزة. إم سيف تغرز خيوطا ملونة داخل الأثواب ليكون التراث حيا بين الأجيال. إذا هذا لبسنا، إذا ما هو كان علينا بعرفناش من وين إحنا، شايف هويتنا زي ما بحكوا، رغم إنهم بالجامعات بناتي واللي بخلص في ماجستير وإشي، بس بعرف التطريز. الأزياء الشعبية جزء لا يتجزأ من حضارة شعب، فهي تعد امتدادا لجيل الآباء والأجداد. جريس بصير، فلسطين، لقناة الآن. جريس بصير وعماد جفال، جريس من فلسطين وعماد من الجزائر، يعطيكم العافية، تقارير جيدة، وأكيد نتمنى دائما أن تكونوا من الرابحين معنا في فقرة أنا الصحفي. إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، وفي الحلقة المقبلة ستكون هناك العديد من الموضوعات والضيوف، كونوا دائما معنا، إلى اللقاء.